أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا في هالحلقة في عنا مجاهر جديد، الأخ عثمان بن خليفة من ليبيا. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخ عثمان. أهلا أخي زوم، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك. تمام. أعزائي المشاهدين، يعني أنا بعتذر كثير عن الحلقة الماضية. الحلقة كان بعنوان شلة ملحدين، كان المفروض يكون فيها ثلاث ملحدين يجاهروا معنا، بس للأسف في حالة بتخصهم طبعا ما قدروا يظهروا معنا، فبنعتذر اعتذار شديد لهم يعني ولجمهورنا. على كل حال أخي عثمان، عثمان ما هيك، عثمان بن خليفة. أيوه. فهي عثمان وعثمان يعني شوي قريبين على بعضهم، بدك ما تأخذنا. ما في مشكلة. أخي عثمان، يعني أول شيء كيف تعرف إن جمهور البرنامج على نفسك؟ مين هو عثمان؟ تفضل. أنا اسمي عثمان بن خليفة من ليبيا، تحديدا من مدينة زوارة، مدينة صغيرة تبعد عن العاصمة حوالي 120 كيلومتر، شيء مثل هيك. لو شايف هذا اسمي عثمان بن خليفة. تمام، هذه صورة من جواز سفري تثبت لا يعني لأن لا بس أقول لك، لأن أنا في أكثر من مواقف لما كنت بجاهر في ناس نكرت ليبيين، نكروا أن أنا ليبي أصلاً، يقول لك هاي ما ليبي ما بيمثل الليبيين أصلاً. فأنا حابب أوري للعالم يعني شكون أنا، وهذا الدليل، وأنا أتبرع أني أصلاً ليبي، لأن الوطن اللي فيه ما في حقوق إنسان وما بيحترم حرية التعبير، حرية الاعتقاد. الوطن اللي فيه الإرهاب أصبح حرفة يزاولها كل مواطن ليبي مع الأسف. هذا مو وطني، فأنا أتبرأ مني ليبي أصلاً قبل ما يتبرأ مني ليبي، فأنا أحب أن أكون إنسان فقط. برافو. شكراً. يعني بالفعل يعني نحن بشر، قبل ما يحطونا الحدود وهالمسائل السياسية هاي، فنحن بشر بالنهاية، وبتكفي كلمة إنسان يعني. أخي عثمان، يعني حدثنا شوي هيك عن نشأتك الدينية من الطفولة لحتى مثلا للمراهقة، الجو الديني اللي عشت فيه، الحال الوضع الاجتماعي، الناس اللي حواليك، الأقارب، الناس. تفضل. طبعا احنا مع انا مع الأسف تربيت في عائلة ليبيا مسلمة 100%، ومثل ما تعرف أن في ليبيا الديانة الوحيدة في ليبيا هي الإسلام، فتربيت في وسط إسلامي صرف، وسط إسلامي معتدل، يعني أستطيع أن أقول لك أنه معتدل. عائلتي مسلمة جدا، أبي إنسان مسلم لا يترك الجامع نهائيا، إخوتي أخواتي كذلك ناس مسلمين، فالوسط اللي تربيت فيه كان إسلامي. بس منذ طفولتي، في فترة طفولتي كانت تراودني دائما تساؤلات عن الإسلام أو الدين أو الله أو كينونة الإنسان نفسه في هذا الكون، الأسئلة اللي تساور كل إنسان يفكر بعقله. بس مثل ما تعرف أخي جان، في فترة الطفولة الضغط الاجتماعي والتعليمي، المستوى التعليمي والعائلي، البيئة هذه كلها شنو تصبح؟ تصبح تسيطر عليك بحيث أنك لا تفكر، فتصبح أنك مجرد تابع، فتقوم بنفس الأفعال التي يقوم بها أهلك أو أصدقائك أو أقربائك، ليس لسبب لأنك مقتنع، السر الوحيد أنك لا تريد أن تكون خارج القطيع أو خارج السرب كما يعني أنت تعلم. فكانت مرحلة صعبة جدا في حياتي، لأن التساؤلات التي كانت عندي في فكري تساؤلات كبيرة ولا أستطيع أن أجاهر بها لأي شخص. لغاية فترة الهاي سكول، فترة الثانوية العامة، في فترة الثانوية أصبحت أحب الاطلاع، أقرأ الكتب بصورة كثيرة. في فترة الجامعة أصبحت مدمن دراسة وكتب وثقافة عامة. ففي اللحظة هذه اكتشفت أن احنا كنا عايشين في وهم كبير جدا اسمه الإسلام، وفي أكدوبة كبيرة منذ 1400 سنة عايشينها ونطبقها
بدون أي تفكير، فلهذا ابتعدت عن الإسلام في الفترة هذه. عثمان، قبل ما نصل لهالمرحلة هي مرحلة الشك، بس بدي أعرف لأي مرحلة وصلت من التدين مثلا، قناعاتك الدينية، يعني وين لأي مرحلة وصلت؟ باش أكون صادق معك، أنا ما كنت الشخص متدين كثير منذ البداية، بس يعني كنت مسلم مثل أي مسلم، بذهب أصلي مثلا الجمعة في الجامع، أصوم شهر رمضان، أتلاقى مع أصدقائي مثلا في الجامع لكي نتعلم القرآن، الأشياء اللي يقوم بها أي إنسان مسلم عادي، يعني اللي تفرض عليك عائلتك أو أهلك أنك مفروض تروح تدرس قرآن في الجامع، أو المفروض أنك تصلي الجمعة أو صلاة العيد، أو يعني الأشياء البسيطة جدا كنت أطبقها في الإسلام، وكنت غير مقتنع منذ البداية، بس مجرد مثل ما بيقولوا يعني لم أكن عندي القدرة أني أجاهر بأفكاري في الفترة هذه، فكنت مسلم تماشي المجتمع بالضبط مثل بالضبط كنت انا كمان اهز راسي وامشي يعني. بالضبط. فهلا حدثنا يعني وقت وصلت لمرحلة الجامعة وبلشت بالمرحلة الحقيقية، خلينا نقول الشك الحقيقي بالدين، بالأفكار الدينية بالإسلام، حدثنا عنها، كلمنا عنها، كيف بلشت، لوين وصلت معك، تفضل. طبعا أنا تخصصي، أنا درست في كلية العلوم في قسم الجيوفيزياء اللي هو علوم الأرض، فعلوم الأرض كان أحد المجالات اللي خلاني على يقين بأن الإسلام والدين الإسلامي هو مجرد خرافة، ليس مبني على أي أسس علمية أو أي أدلة علمية، مجرد كلام اعتباطي بدون أي أدلة. يعني مثل الأبسط مثال، أن عمر الأرض هو 6.5 بليون سنة، إحنا بندرس في الجيولوجيا، وتجي أنت تقول لي أن الله خلق الأرض في 6 أيام، كلام لا يتنافى، لا يتنافى. 4.5 أربعة فاصل سوري 4.5 مليون سنة، بعدين تيجي تقول لي أن الإنسان خلق، أن الله خلق الأرض في 6 أيام، هذه يعني وهو مسخرة للأسف. نكتة مع الأسف. ومع صحيح. الأسف اللي يخليك تنصدم بالأشياء مثل هذه، إن الدكاترة والمدرسين اللي يقوموا بتدريسك واللي عندهم شهادة دكتوراه مؤمنين بالكلام هذا، مؤمنين بأن الدين هو الأساس، وأن العلم قابل للخطأ بس الدين غير قابل للخطأ، فهذا السبب اللي خلاني في صراع نفسي بيني وبين هذا الفكر. فهو كل ما قمت بالاطلاع أكثر والبحث والقراءة أصبحت أجد كوارث في التاريخ الإسلامي وأخطاء شنيعة في القرآن، تعطيك أمثلة بعدين في حوارنا، وأشياء يعني لا تتوافق مع العقل البشري نهائي. ففي هذه المرحلة قررت، هل أني سأكون منافق، إنسان يعيش كما يقوم المسلمين بالتقية الإسلامية، أعتقد تعرفه، طبعا. أو أكون إنسان صادق بيني وبين نفسي وأتخلى من كل عن كل هذه الترهات. وطبعا كان موضوع صعب جدا، مش سهل، بس وصلت للي بدي إياه بقناعة. يعني أخي عثمان، أنت حتى أعلن إلحادك شيء من قبل مثلا للناس يعني، أو إذا أعلنت إلحادك كيف أعلنت إلحادك؟ الإعلان الإلحاد في بلد مثل ليبيا، بلد لا يوجد فيه أي حقوق للإنسان، أو بل حتى للحيوان لا يوجد حقوق، طبعا. فمن الصعب أو من المستحيل أنك تجاهر بإلحادك. فكان عندي بعض الأصدقاء المقربين جدا يعرفوا أفكاري وفلسفتي في الحياة وإلحادي، بس معظم الناس لا، وحتى أهلي نفسهم لم يكونوا على علم بإلحادي نهائي، لأن عائلتي حتى قاطعتني بعد ما عرفت بموضوع الإلحاد، أنا زي ما قلت لك عائلة إسلامية، فموضوع الإلحاد صعب أنك تجاهر به في بلد مثل ليبيا، فلم أجاهر، لم أجاهر بإلحادي، بس كانت أفكاري توحي بشيء من الإلحاد. طيب، نحن قبل ما نبدأ ندخل بموضوع الجهر بالإلحاد، ما يعني إذا تحدثنا هيك عن
عن الأخطاء اللي شفتها بالقرآن بالإسلام يعني اللي متناقضة مع العلم، بس مشان ننور فيها الناس يعني اللي تشاهد البرنامج. طبعا طبعا انا اكثر شيء طبعا حابب اقول لك أنا عليه. قلنا يعني مجموعة من الدلائل العلمية مثلا اللي تتناقض مع القرآن، تفضل. طبعا اول شيء انا اللي خلاني ابعد عن الدين هذا الكره، ولا زي ما بيقولوا هم المسلمين، البغضاء اللي عند المسلمين اتجاه اي شخص غير مسلم. هذا الكره يعني حتى في القرآن نفسه، مثل مصطلحات المغضوب عليهم والضالين وأهل الكتاب وأهل الذمة والقردة والخنازير، يعني كل هذه المصطلحات التي تتنافى مع أي حق من حقوق الإنسان، توصف أي إنسان بأنه قرد أو خنزير أو مغضوب عليه أو ضال، بهذه المصطلحات التي تحرض على الكره هي الأسباب الرئيسية اللي خلتني لا أقتنع بهذا الشيء. فيعني أعطيك مثل بسيط، تحريض المسلمين على كره اليهود، فمثلا في سورة المائدة الآية 82: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بعدين في آية ثانية في سورة المائدة 64: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يعني الله نفسه بيسب اليهود وبيحرض على اليهود. أعطيك مثال ثاني، سورة الجمعة الآية 5: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يا أخي يعني تصف اليهود بالحمير. أينشتاين يهودي يا أخي، كارل ماركس يهودي، سيغمند فرويد يهودي، مؤسس موقع الجوجل اللي بيستخدموه المسلمين الآن سيرجري براين يهودي. يعني كل هالناس العلماء والناس التي ساهمت في الحضارة البشرية هذو قردة وخنازير ومغضوب عليهم. والمسلم المتخلف الجاهل الذي لا يفكر إلا في شهوته وجنسه والغنائم هو الإنسان المخير الموجود على الأرض فقط، وكل الناس لا تستحق الحياة فيما عدا المسلم. هذا التفكير هو السبب الرئيسي اللي خلاني لا أؤمن بهذه الترهات، وخصوصا مثل ما قلت لك يعني من قبل، أنا أصلي أصلا أمازيغي، لست عربي أصلا. فأنا ذقت الأمرين من التاريخ الإسلامي كأمازيغي، الاحتلال الأمازيغي للمسلمين والعرب لشمال أفريقيا، وإجبارنا على تعلم اللغة العربية وترك ديننا وإجبارنا على الدخول في الإسلام، وكل هذه الحقائق المروعة التي قام بها المسلمون والعرب في تاريخهم جعلتني يعني أحس بالخزي والعار إني أفكر حتى أنتمي فكريا لهذا المذهب أو هذا الدين. فلهذا ابتعدت عن هذه الأشياء. يعني كثير من الأشياء خلتني، التاريخ الإسلامي كأعطيك مثال، قتل محمد ليهود بني قريظة عندما أمر سعد بن أبي معاذ بذبح اليهود، كل اليهودي نبتت فيه شعر العانة، وأخذ النساء كسبايا وبيع الأطفال. يعني كل هذا التاريخ وهذه كلها موجود في كتب الدينية، هذه كتب لم نكتبها نحن الملحدين، هذه الفضائح المروعة كتبها المسلمين بأيديهم. اذهب يعني وشوف صحيح البخاري، اصبح صحيح مسلم، شوف كتب ابن تيمية التي تحرض على القتل اللي تقوم بها داعش كل يوم، وكل مسلم يقول لك داعش لا هذا مش مسلمين، داعش يطبق ما في الكتب، داعش فتحديدا يطبق ما موجود في الكتب. يعني يعطيك مثال أن الإسلام يحرض على الإرهاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. التوبة 29. يا أخي هذه الآية فقط تكفي لتجعلك تقتنع بأن هذا الدين دين عدوان ودين إرهاب وليس دين محبة ومساواة. فيعني دعك من الترهات، محمد حين كان في مكة يدعي بأن الإسلام دين محبة ولكم دينكم ولي دين وأرسلت رحمة للعالمين، وكل هذا كله كان لما لم يكن لمحمد جيش وقوة. بعد ما كان محمد وقوة في المدينة قال لقريش: والله لإني جئتكم بالذبح. وهذا ما تقوم به داعش وتقوم به القاعدة وبوكو حرام وغيرها من الجماعات المتطرفة الإسلامية. فهذه كل الأسباب تجعلك تقف بينك وبين نفسك وتفكر بجدية، هل أنت تنتمي لهذا الفكر أو لا؟ حتى لو لم تكن إرهابي،
حتى لو لم تكن إرهابي، حتى لو كنت مثلا إنسان مسالم وتحب السلام، بس بمجرد ما أنك تعتنق دين مثل هذا فيه بعض الآيات التي تحرض على القتل والبغضاء والنبذ والكره، وما زلت متمسك بهذا الدين، فأنت يعني مشكلة كبيرة يا صديقي. صحيح صحيح، للأسف. يعني أخي عثمان، إذا جينا من الناحية العلمية، يعني الله مثلا في كثير أمثلة ممكن نطرحها بالأخطاء العلمية الموجودة بالقرآن. يعني مثلا أنزلنا الحديد، يعني الله بيطلع لك مثل واحد بهلول النجار بقول لك أنزلنا الحديد. يعني علو بما أنه اختصاصك، يعني إذا تشرح لنا شوي عن موضوع أنزلنا الحديد، يعني وطبعا في مضحك للأسف. عندك انزلنا الحديد، وعندك ان الشمس هي التي تدور على الارض، وان الارض كرويه كما موجوده في القران، والارض دحاها، وكل هذه الهرطقات. يا اخي اعطيك مثال بسيط. انا بحاول ما ابعد عن التفسيرات العلميه بادله، لاني انا اتمنى ان اخاطب المسلم البسيط، المسلم المسكين الذي لم يدرس شيء غير القران والاكاذيب الذي يستمعها في قنوات ومن الشيوخ، يعني الإنسان البسيط. فتعطيه سؤال بسيط جدا، يعني كيف تؤمن بدين يقول لك أن بعد ما شفت الأدلة العلمية بأن الكرة الأرضية على شكلها وكيف تدور في الفلك على الشمس، تؤمن بالعكس؟ المسلمين لحد الآن في 2015 يؤمنوا بالعكس، بأن الشمس هي التي تدور على الأرض. وبعدين لو أن القرآن فيه أدلة علمية صحيحة، ليش لم نجد أي شيخ من السديسي والعريفي وغيره والبغدادي هذا تبع داعش وكل الناس المؤمنين العلماء اللي يقولوا علماء من المسلمين دائما علماء في الكذب والترهات، ما علينا، ليش ما تجد واحد من هذه الشيوخ يعطيك آية ويقول لك هذه الآية مثلا دليل علمي على اكتشاف دواء ضد مثلا مرض السرطان أو ضد مرض أي مرض معين؟ لا تجد. بالعكس، بعد ما العلم يكتشف شيء يروح المسلم يتصفح الكتاب، يقوم بتحوير المعاني وتغيير معاني الكلمات لكي يجعلها تتطابق مع التفسير العلمي، ويقول لك شوف هذا النص يقول دليل قاطع على أن القرآن هو دين صحيح وعلمي، لأن العلم أثبت ما هو في القرآن. يعني بالعكس، مفروض القرآن هو الذي يجي للعلم ويقول له فيها أدلة 1 2 3، مو العكس. صحيح، هو المفروض يكون القرآن هو يثبت صحة العلم إذا كان من عند الله يعني، بس للأسف الخرافة دائما خرافة. يعني طبعا المسلم عقله بسيط جدا، المسلم إنسان بسيط سطحي، لا يعني حتى لو كان متعلم، بس هو إنسان أمي. في اليابان يقول لك اللي لا يتكلم أكثر من لغة ولا يجيد استخدام الجهاز كمبيوتر هو أمي. فمتطلبات العالم تغيرت، الأمية الآن في مجتمعنا في وقتنا ليس من يجيد القراءة والكتابة. فمجتمعنا الإسلامي أو مجتمعهم، أنا بريء من المجتمع هذا، مجتمعهم الإسلامي أو العروبي هذا مجتمع أمي، المجتمع الذي يؤمن بأن رسوله صعد على حمار مجنح البراق وذهب في الإسراء والمعراج ورجع. يعني كيف أنت تجلس مع شخص يفكر بالطريقة هذه؟ يعني الناس هذا بدهم تأهيل نفسي وطبي، ناس يعني كوارث نشاهدها كل يوم على قنوات التلفزيون بسبب الأفكار هذه. في الواقع أظن يعني هن طلعوا من القرون الوسطى فجأة، يعني بفضل الإنترنت ألقى الضوء عليهم، شافوا عالم القرن 21، فما مستوعبين اللحظة التاريخية اللي هن فيها لسه. يعني طبعا أخي عثمان، يعني برأيك هل من المهم أن يجهر الملحد بإلحاده؟ وما هي أهمية الإجهار برأيك؟ يعني شو أهمية الإنسان أنه يجهر بإلحاده؟ نحن كملحدين خصوصا الموجودين بأوروبا، يعني اللي ما عليهم خوف مباشر، خلينا نقول. طبعا طبعا، تفضل. شوف صديقي جون، الملحد إنسان صادق بينه وبين نفسه، الملحد إنسان حاول وما زال يحاول الابتعاد عن كل ما هو غير علمي ملموس، عن ابتعاد عن أي شيء
ليس مثبت بحقائق علمية وأدلة علمية. فطريقة عفوا مشكلة الإجهار بالإلحاد هي مشكلة كبيرة جدا في مجتمعاتنا الإسلامية. فأنت تعرف يعني تشاهد كل يوم ما تقوم به داعش لكل من هو غير مسلم وغير مجاهر بالإلحاد، فما بالك شخص كان مسلم وترك الإسلام المرتد، وأنت تعرف صحيح. حكم الردة في الإسلام وهو القتل. فالموضوع صعب، وأنا شخصيا لا أنصح أي حد موجود في دولة إسلامية يجاهر بإلحاده في أماكن عامة، لأن أنا شخصيا تعرضت لمشاكل في بلدي واعتداءات وتهديدات بالقتل وشتم وقذف وسب للعائلة يعني أشياء لا أريد أن أتحدث عليها على الهواء. بس يعني موضوع خطير مو بسيط. بس الشخص الذي له القدرة أن يعبر عن إلحاده خارج الوسط هذا المفروض يعبر. والسبب ليش؟ لكي نحاول تنوير هذا الناس التي كيف نقول لك يعني باللي احنا نحكي هذا الناس زي ما قلت لك ناس بسيطة جدا لا تعلم أي شيء. والمشكلة أن تعطي فرصة لهذه الشيوخ وهذه القنوات كل يوم تبث هذه السموم، فلا بد أن تعطي فرصة لناس مفكرين عقلاء لكي يخلصوا هذا الناس من هذه السموم. فالملحد مفروض أنا ضد أي ملحد خارج أي وسط إسلامي ويعيش بأمان ولا يجاهر بإلحاده. بالعكس مفروض تجاهر وتحاول تنوير كل إنسان، لأن مثل ما بيقولوا العيب أو العتب على العاقل. فأنت الإنسان العاقل، أنت المفروض أنك تحاول أن تصحح هذا المجتمع، مش تهرب وتقول لا خلاص ما عندي علاقة أنا ومسلمين وأنا ما. بالعكس مفروض طبعا حتتعاني من اضطهاد وسب وتهديدات وكذا، بس هذه ضريبة تدفعها من أجل الحق. فإذا لم تكن عندك فلسفة في الحياة لإثبات حقائق ملموسة في حياتك يعني مشكلة بعدين، معاش الإنسان ما يستحقش الحياة بالطريقة هذه. بكل تأكيد. طيب نحن هلا مثلا نحن كمجموعة الملحدين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعني برأيك كيف ممكن نوصل صوتنا للناس اللي جوا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحتى الناس اللي برا، يعني ممكن يعني كيف ممكن القصد كيف ممكن ناخذ الدعم من برا وممكن نفتح عيون الناس اللي موجودين جوا ببلادنا؟ يعني طبعا هو المشكلة الخطيرة في الموضوع هذا أن أول من يحاربك هم أهلك أو قبيلتك أو عائلتك أو مجتمعك بالأحرى. فيعني مثل ما بتلاحظ إحنا لما قمنا بالصفحة، مثل ما قلت لي شخصيا لما نشرنا البوست تابعي إن بنحكي على موضوع الإلحاد ومقابلة، فوصلتنا رسائل تهديد وغلق الصفحة ورسائل على الفيسبوك لغلق الصفحة. فمنو الناس هادو اللي بيحاربوك؟ هاي أهلنا. قبل ما تكمل بحديثك، اليوم الصبح جتني رسالة من الفيسبوك، طبعاً شالوا صورتك وحظروني كمان إلي لمدة ما بعرف لأيمة. قدرت أدخل على الصفحة بس ما ممكن أنشر فيها أي شيء، اضطريت إنه ألغي الصورة، أمسح الصورة تبعتك، الدعاية اللي سوينا للبرنامج، حتى أقدر أدخل على صفحتي بالفيسبوك للأسف. تفضل. فشفت ليش الفيسبوك غلق الصفحة هذه؟ نتيجة لشكاوي من المسلمين، من المسلمين هذو أهلي وأهلك اللي تربينا معهم. يعني أنا في بعضهم بعرفهم شخصيا، يعني النفاق الإسلامي تلاقيه يشرب أو يتعاطى مخدرات ويشرب كحول ويقوم بكل شيء منكر، بعدين يقول لك لا أنا مسلم، المهم لا تطعن في الذات الإلهية. فالناس هذو صعب أنك تقنعهم، لأنهم الناس أصلاً رافضين أنهم يستمعوا لك، رافضين أنهم يجلس ويحاورك. أنا تمنيت واحد من المسلمين هاي يجلس معي ويحاورني بالحجة والبرهان ويعطيني أدلة، بس مع الأسف يا إما يكون شخص أصلاً مثل ما قلت لك أمي لا يعرف دينه ولهذا السبب متمسك بالدين الإسلامي. لهذا أنا أنصح بصراحة كل شخص مسلم ويحب أن يظل على الإسلام ألا يقرأ، لأن كل ما تقرأ تكتشف فضاعة دينك. يعني أعطيك مثال بسيط، الأستاذ عباس عبد النور
هذا من مواليد مدينة دمنهور مصري، كان شيخ وكان إمام جامع وكان خطيب لغاية سن 80 سنة، بعدين شهر أعلن إلحاده وكتب كتاب معروف أتمنى أن أي شخص يقرأه، هو محنتي مع القرآن والله في القرآن، عباس عبد النور، أو كاتب عظيم المفروض في السعودية يخلدوا شخص مثل هذا يصنع لي تمثال، عبد الله القصيمي. مع الأسف للأسف عبد الله القصيمي هذا الإنسان العظيم من أشهر كتبه هذه هي الأغلال، أو فرعون يكتب سفر الخروج، أو العرب ظاهرة صوتية، وهو عربي ويفضح التاريخ الإسلامي العربي العروبي. كتبه يعني عنده كثير من الكتب، يكذبون الكتاب الله جميعا. عن الإسلام طبعا هذو كلهم ناس لأنهم طلعوا وبحثوا وكانوا صادقين مع نفسهم، أهم شيء أن تكون صادق مع نفسك قبل أن تكون صادق مع الآخرين، فلم يستطيعوا أن يموتوا على الجهل. يعني هذا عباس عبد النور أو عبد الله القصيمي توفوا بس بسبب إيمانهم المخلص أو الصادق للعلم والحق، فضلوا أن يموتوا على إلحادهم بدل من أن يموتوا على أكذوبة اسمها الإسلام. ولاحظ أن كل الناس مثل هذا الناس العلماء أو الباحثين أو الفلاسفة تعرضوا لاضطهاد كثير من المجتمع، وماتوا دائما وحيدين أو بعيدين مقصئين عن المجتمع، بس أفكارهم ظلت موجودة لحد الآن. نتحدث عليهم الآن أنا وأنت، هذا الناس لم تمت، ماتت جسديا ولكن فكريا ستظل عائشة إلى الأبد. صحيح صحيح، وهذا هو جمال العلم وهذا هو جمال الفكر. فلذلك أنا بالعكس أحث كل شخص مجاهر أن يتحدث عن إلحاده، يجاهر بإلحاده ويحاول أن يؤثر في أكبر عدد ممكن من المسلمين. يا أخي لم أرى ملحد يفجر نفسه في العالم، ولا انت ولن ترى فعلا، لم أرى ملحد مثلا يقوم بأشنع الجرائم أو بقطع الرؤوس، لم أرى ملحد. كل الملحدين علماء يا أخي، مثل نعوم تشومسكي، ريتشارد دوكنز، كارل ماركس، أرثر شوبنهاور، هاورد، تشي جيفارا، اللي في بلدي كلهم يلبسون ملابس فيها صورة تشي جيفارا ولا يعلمون من هو تشي جيفارا. تشي جيفارا شخص ملحد. وكل الناس التي غيرت التاريخ وساهمت في تطور الحضارة والعلم هم أناس ملحدين. فالملحد ليس وحش، الملحد ليس إنسان عديم الكرامة والأخلاق كما يصف المسلمين، بالعكس نحن بشر أكثر من المسلمين، نحس أكثر، إنسانيين أكثر. لهذا تركنا الإسلام، لهذا تركنا الدين الذي يحرض على قتل الغير وكره الغير. يا أخي يقول لك أن الملحد شخص لا يبالي يتزوج أختها وينكح أمه أو كذا أو كذا، يا أخي نحن تركنا الإسلام بسبب الفجائع التي قام بها محمد. يا أخي شخص في نهاية الستينات يتزوج من فتاة عمرها 9 سنوات، عائشة، شخص يتزوج من زينب بنت جحش، والتي كانت بنت التي كانت بنت زوجة زيد بن حارث، ابنه بالتبني. لا بالتبني، يعني الفواحش مثل هذه، قتل محمد لكعب بن الأشرف وغيرها من الكوارث. لهذا تركنا الدين، لأننا نحن بشر نحب أن نعيش في سلام ونؤمن بالحق والمنطق والبرهان، ولا نؤمن بالترهات. نحن بالعكس، الملحد إنسان شريف مع نفسه أكثر من المسلم. المسلم الذي يقرأ الآيات هذه التي تحرض على القتال 5 مرات، المسلم الذي يعامل المرأة كالبهيمة، الذي يصف المرأة بأنها عورة وبأنها تنقض الوضوء كالكلب والحمار، أو يحث على ضرب المرأة، يا أخي كيف تكون فخور بهذا الدين؟ لا أفهم. للأسف للأسف، يعني لا فعلا، شيء مؤثر، شيء يخليك يعني speechless زي ما بيقولوا، ما في كلام، ما تقدر تحكي. شو بتقول ولا شو؟ يعني الشغلة الأخلاقية مثلا، أكثر الشيء اللي ناقض الأخلاق، اللي يعني استفزتني بصراحة، هي لما محمد تزوج بين قوسين صفية بنت حيي، يعني بعد ما قتل أخوه وأم، يعني العشيرة كلها قتل، يعني كلهم تقريبا قتلهم أبدا.
وفي نفس الليلة دخل عليها وبعدين سماها أم المؤمنين. وفي تعليق عندك يعني الأخلاق، يعني تصور الأخلاق اللي يدعونها للمسلمين. يا أخي إن كان الإسلام دين سلام، إن كان الإسلام دين يحط على الحب، إن كان الإسلام دين يحط على معاملة الغير بالمساواة، إن كان هذا الرسول أو سمي بين قوسين رسول إنسان رحمة للعالمين، كيف يلقبه أهله بالضحوك القتال؟ أخي لقب محمد المعروف الضحوك القتال، يعني مثل أعطيك يعني حاشا شخصك الكريم أعطيك لقب الصارق، وبعدين أقول والله الأخ جون هذا شخص شريف صادق أمين أمين أمانة مو يعني كيف تناقض شخص سمي بالضحوك القتال؟ قتال وأشرف الخلق القتل أشرف الخلق في القتل. في عندي سؤال هون، أنت كشخص عثمان هل تريد الناس أنه تفهم الناس خصوصاً اللي عنا طبعا بالشرق الأوسط هالمسلمين خلينا نقول المغيبين، هل تريدهم أن يفهموا دينهم، أن يفهموا طبعا انهم عايشين بعصر منحط، عايشين بعصر الانحطاط، ان الناس طبعاً سبقتهم؟ يعني على وهيك تشرح لنا وجهه نظرك لو سمحت. تفضل. طبعا طبعا انا اتمنى ان المسلم يفتح عيونه لكي يرى، مثل ما يقول الاستاذ القصيمي عبد الله القصيمي، اذا كان عندك عيون ليس دليل بان عندك القدره ان ترى، فهذا ليس دليل. إذا كان عندك عينين فأنت ممكن تكون عندك عينين بس ما ليس عندك القدرة على الرؤية، وهذا ما يعاني به المسلمين. المسلمين يسمعون نفسهم ويتحدثون مع نفسهم فقط، نفس الأفكار تتكرر وتتكرر 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 لأبد الآبدين، يعني لفترة غير معروفة لما لا نهاية. ولازم إحنا نوقف هذا التدهور الإنساني الذي يعانوا به المسلمين، فلازم أن نصرح أن نجاهر بإلحادنا، ونحاول أن نقنع غيرنا بأفكارنا، ونحاول أن ننشر أفكارنا، وأن نحث المسلم على القراءة. يا أخي اقرأ واطلع فقط. يا سيدي أنا نفترض أنا كل ما قلته اليوم غير صحيح، أو أنت مشكك بكل ما قلته اليوم من أحداث أو آيات قرآنية أو تفسير أو أي شيء، اذهب واطلع بنفسك. ليش تنتظر الشيخ العريفي أو السوديسي أو الصادق الغرياني الموجود عندنا في ليبيا، هذا الإرهابي المجرم وغيره من الناس؟ كيف ليش تستمع إليهم؟ اقرأ القرآن، اقرأ التفسير، اقرأ الكتب الأخرى العلمية. يا أخي يعني ما مش عارف كيف أوصل لك فكرة، يعني الإنسان إحنا نؤمن بكل العلوم ونؤمن، يعني أعطيك مثال بسيط على كملحد المسلمين دائما يتحدوا الملحد، يقول لك ممكن نظرية داروين خاطئة والإنسان أصله غير مش قرد، ونظرية التطور مبنية على حقائق غير علمية، أو نظرية الانفجار العظيم وغيرها من نظريات المسلم يشكك بها ويضحك على أفكارنا. بس إحنا مستعدين أن نقول إذ ثبتت هذه النظرية على خطأ أن هذه النظرية خاطئة، وهذا هو جمال العلم، لأن كل ما تكتشف شيء بعد فترة زمنية معينة يظهر شيء ثاني يبطل الشيء الأول، فهذه هو جمال العلم. فممكن أن نظرية التطور تكون على خطأ، مع العلم أن أثبتت أن هي ليست على خطأ، بس ولنفترض أنها على خطأ، ولنفترض أن داروين نظريته كلها مبنية على أسس غير علمية، بس إحنا مستعدين أن نعترف بأنها خطأ ونبحث عن الحقيقة. بينما المسلم مؤمن بأن كتاب واحد موجود في الكرة الأرضية هو الكتاب الصحيح، وغير هذا الكتاب كله غير صحيح. الكتب الفيزياء، كتب الطب، كتب الكيمياء، الفلك، وأي كتب في العالم إذا تناقضت مع القرآن فهي خاطئة، القرآن هو الصالح لكل زمان والمكان. هذا الشيء لازم أن نقنع المسلم بأن هذا الشيء غير صحيح. بالضبط، صحيح صحيح. طيب بعدين تفضل أعطيك نقطة ثانية، لأن أنا بحاول ما أخلي المسلم يهرب، لأن المسلم دائما مثل الحرباء يتلون، فيقول لك مثلا يا أخي إذ لم يعجبك هذا الدين فاترك الدين، وليش تجهر بإلحادك، أو ليش
تحط الناس على كره الدين الإسلامي أو فلكم دينكم ولي دين مثل ما بيقولوا هما. فالمشكلة أن المسلم هو الذي يفرض دينه على الملحد. إحنا في ليبيا مثلا الشريعة الإسلامية هي التي القانون التطبيقي في الوطن. الشريعة الإسلامية أو القرآن هو الدستور الليبي. لا تستطيع أن تدرس الديانة اليهودية أو المسيحية، مع العلم أنا ضد جميع الديانات لأنها تتنافى مع المنطق والعقل، بس يعني ما لك حق إلا أنك تدرس الإسلام، وغصبا عنك تدرس تاريخ مو تاريخك، تاريخ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبو بكر الصديق وغيرهم من هذه المجرمين الحرب، وخلوك تترك أصلك. يعني أنا كأمازيغي تاريخي أنا عندي عظماء مثل سبتيموس سيفيروس، عندي يوغورتن، عندي يوبا، عندي العديد من القادة العظماء في التاريخ الأمازيغي. بعد ما أتى الإسلام أجبرنا على دراسة تاريخ ودين وفكر ليس فكرنا. فالمسلم هو الذي لا يعطيك حرية الاعتقاد وليس الملحد. بالضبط. علاوة يعني بما أننا دخلنا بهالموضوع هذا وما من ضمن الأسئلة، بس يعني لو تحدثنا عن الوضع الأمازيغي يعني تحت الاحتلال الإسلامي، خلينا نقول شو رؤيتك أنت؟ تفضل. طبعا مع الأسف لو أخبرك بأن أكثر ناس ضدي وأكثر ناس تحرض على سبي وقتلي وإهانات كل يوم هم أمازيغ، مع الأسف. وهذه هي خطورة الإسلام، لأن الإسلام يجعلك منتمي لهذا الدين أكثر ما أنت منتمي لبني وطنك. يعني المسلم الليبي انتماؤه للمسلم الأفغاني أكثر من انتماؤه للليبي لأخوه الليبي الملحد. بالضبط. وهذه كارثة، وهذا السبب، هذه مشكلة نعاني منها. فالأمازيغ هم مشنا، حرمنا من تسمية أسمائنا بأسماء أمازيغية أو بالحديث باللغة الأمازيغية أو بالكتابة باللغة الأمازيغية أو حتى بالتعريف باللغة الأمازيغية. مع ذلك تجد الأمازيغي لأن مسلم يقول لك لغة الإسلام هي القرآن، واللغة العربية هي لغة أهل الجنة ولغة أهل الكتاب المسلمين، ويدخل في تفاصيل تجعله ينكر أصله في سبيل الحفاظ على هذا الدين. وهذه المشكلة التي نحن نعاني بها في مجتمعنا الليبي مع الأسف. فالأمازيغ كلهم مسلمين مع الأسف في ليبيا، ويدافعون عن الإسلام ويستخدمون ككبش فداء ويبعثون إلى المحرقة بسبب هذا الدين، وهم على قناعة بأنهم يقومون بفعل الصواب مع الأسف. للأسف. كارثة يعني. للأسف. طب في مقولة أنا يعني كثير ترددت هالأيام بعد خصوصي غزوة باريس مثل ما بسموها الدواعش، برأيك في مقولة بتقول الإرهاب لا دين له، فأنت شو رأيك بهالمقولة هي؟ هل هناك دين للإرهاب أم لا؟ جوابي بسيط جدا. الإرهاب دينه الإسلام يا أخي. لا تجد أي إرهابي، لا تجد طبعا، ليس كل المسلمون إرهابيون، لكن كل إرهابي مسلم، هذه هي المشكلة. فلا تجد أي شخص يقوم بتفجير نفسه أو يذهب لدولة أخرى بما يسمى بين قوسين لنشر الإسلام والفتوحات الإسلامية ويفجر نفسه وهو غير مسلم. الدين الوحيد في العالم الذي يحرض على القتال والجهاد هو الإسلام. يعني أنا قرأت لك آية التوبة، سورة التوبة الآية 29: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. عن يد وهم صغيرون، هذه تعرف شو معناها أخي جون في التفسير؟ يعني لو المسلم احتل أي دولة، وهذا ما عانيناه احنا كأمازيغ وانتم في سوريا وغيرنا في الدول الاخرى، وهي مشكله الجيزيه. ان لم تدخل عن الدين الاسلامي
وتريد أن تظل مسيحي أو يهودي، ما في مشكلة، بس تدفع جزية. هذه الجزية لا بد أن تدفعها وأنت صاغر. صاغر يعني في بعض التفسير يقول أنك الشخص الذي تدفع، المسلم الذي تدفع له الجزية يكون جالس وأنت واقف تتضرع وتتملق، ويمسكك من لحيتك ويصفعك ويعاملك باحتقار، وبعدين يأخذ منك الجزية. وهذه الجزية تدفعها كل فترة زمنية معينة، ليش؟ لتأخذ الحماية من الدولة الإسلامية. وهذا الشيء يقوم به داعش كل يوم يا أخي. ما هو الشيء الذي يقوم به داعش غير موجود في الإسلام؟ أعطيني شيء واحد أنا أسلم اليوم. لا شيء، لا شيء. فكيف تقول لي أن الإرهاب، أن الإرهاب لدينا له؟ الإرهاب دينه الإسلام ومقره المملكة العربية السعودية، هذا هو الإرهاب، وهذا بيت رأس الأفعى مثل ما بيقولوا العربية السعودية. هذا هذا هو تفسيري أو تعقيبي على سؤالك. طيب يعني نحن مشان ما نطول كمان الحلقة على الناس وما تكون حلقة طويلة شوية، ما بنحب تكون حلقة طويلة. في عنا سؤالين كمان أخيرات هيك تقريبا، يعني بدي رأيتك لمستقبل الملحدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعني كيف بتشوف مستقبلهم القريب، القريب في السنوات القادمة وعلى المدى البعيد كمان؟ تفضل. أنا مقتنع ومؤمن أن في الفترة القادمة بسبب تطور وسائل الاتصال الاجتماعي وتطور العلم والإنترنت، أن الملحدين كبير جدا في مناطقنا، وسنكون أشد على المسلمين من الملحدين الموجودين في أوروبا أو في أمريكا. ليش؟ لأن إحنا من عانينا هذه مرارة هذه الأديان أكثر من، يعني في أوروبا ممكن تكون ملحد بس ما يهينك شخص أو ما يتجرأ أن يقوم بتهديدك بالقتل أي شخص أو بضربك أو إهانتك، بس في وطننا لا يوجد حقوق للإنسان. فالملحد الذي يخرج من بيئة مثل هذه يكون ملحد مثل البركان، مستعد لينفجر في كل مكان في وجه كل مسلم أو مسيحي أو يهودي أو أي أحد عنده ديانة تحرض على كره الغير. فأنا مؤمن أن الملحدين سيكون لهم ظهور كبير، ولن يكون في مقدور السلطات الإسلامية أو الحكومات الإسلامية أن تسيطر على هذا الموضوع مثل الصابون، مثل ما احنا هلأ يعني عندنا الفيسبوك أو عندنا السكايب أو عندنا، فنستطيع أن نتحدث أنا وأنت بدون رقابة، نستطيع أن ننشر أفكارنا بحرية، فأصبح الموضوع صعب عليهم. فحتكون في طورة، ومع تطور العلم كل يوم حتثبت أدلة عكس ما موجود في القرآن وفي كتب الدينية، فحتجعل الإنسان يفكر أكثر ويبحث عن الحقيقة أكثر. فأعتقد أن البركان سينفجر عما قريب، وستكون في ثورة إلحادية ضد جميع الديانات، لأن الإنسان ملحد بالفطرة يا أخي. نحن لم نولد مسلمين أو مسيحيين، إحنا ولدنا بشر وإنسان بالفطرة. وأنا أضم صوتي إلى صوتك، يعني الفترة القادمة سيكون انفجار إلحادي بكل معنى الكلمة. هي ثورة، وثورة بدأت، يعني بدأت من أول ما أول ملحد حط على الفيسبوك أنا ملحد، يعني وأنا ملحد وأفتخر. الشرارة الأولى. طيب أخي عثمان، الكلمة الأخيرة بتحب توجهها للملحدين عموما ولجمهور البرنامج خصوصا، تفضل. شكرا جزيلا جدا جدا على إعطائي هذه الفرصة لأعبر عن آرائي وأضم صوتي لأصواتكم. أنا فخور جدا لأقابل وأحاور شخص مثل شخصك الكريم. شكرا. أتمنى أن نكون على اتصال دائما كل الملحدين، وأن يكون لدينا جمعيات حقوقية لنشر أفكارنا، ويكون لدينا ملتقاءات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو أي عن طريق أي وسيلة أخرى. فأنا بجد فعلا فخور وفرحان أن عشت هذه اللحظة لكي أستطيع أن أعبر عن أفكاري
وأتحدث بمطلق الحرية عن اعتقاداتي وأفكاري الدينية. وشكرا جدا لكل ملحد شجاع جريء يرفض الكذب والنفاق والقتل والإرهاب والخداع والغش، ويصرح بأفكاره ليس لشيء إلا لشيء واحد، وهو إنسان، لكي يقول للعالم: أنا إنسان، أنا لست مسلم، أنا لست مسيحي، أنا لست يهودي، أنا لست بوذي، أنا إنسان فقط. بالضبط. فهذا الشيء البسيط الذي أريد أن أقوله. ونحن راح ناخذ منك وعد انك تعطينا من وقتك حلقة ثانية في المستقبل، ليس لموضوع الإجهار بس لموضوع المقارنة العلمية بين القرآن واختصاصك يعني طبعا، أتمنى ذلك، ما في مشكل. أنا وقتي كله للموضوع هذا، متفرغ متفرغ للمسلمين وجميع يعني جميع الناس. فأتمنى في أي وقت، في أي فرصة، عندك أي وقت تاني أنا مستعد لأي محاورة تانية. وإذا كان في شخص مسلم يحب أن يناقشنا أو يحاورنا، بس ما يقول إن الحوار ملحد مع ملحد ضد، يعني ما بنعطي فرصة للتانيين. فلو كان في مسلم بيحب ينضم معنا في الحوار، أنا أتمنى، ونشوف من عنده الحجة والبرهان. نتمنى نشوف إذا في أي مسلم ممكن يحاورك علميا، طبعا وأنا أستبعد ذلك يعني للأسف. على كل حال أعزائي المشاهدين، شكرا لمشاهدتكم، يعني أنا بتمنى إنه تتابعونا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وعلى تشتركوا معنا، وإذا ممكن يعني تساووا شير للحلقات، وحتى ننشر الوعي بين الناس، ننشر ثقافتنا يعني المسالمة، خلينا نقول الإنسانية. تفضل أخي. لا 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 تمام. أوكي. فبتمنى يعني إنه تساعدونا كمان بنشر الحلقات، بالإعجاب صفحتنا، يعني ساعدونا حتى نقوى فيكم، يعني نحن ما بنقوى إلا فيكم. فشكرا لكم كثير، وشكرا لمتابعتكم، وشكرا لك أخي عثمان. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا، إلى اللقاء أصدقائي. مع السلامة.